وصلنا للجزء الأخير من المحاضرة الأخيرة برضو، وهو الكيمي أوزموتيك ثيوري. الجزء ده عايز تركيز بس منكم. الكيمي أوزموتيك ثيوري، كل ثيوري يعني نظرية أو افتراضية، دي بتفسر لنا إزاي إنه الأوكسيد فوسفوريليشن بيحصل، أو إزاي الـ ATP بيتكون من الريديوسينج أوكسيدانز. فبيقول لي هي فكرتها قائمة أو بتفسر لنا الأحداث دي عن طريق إن هي بتقول إنه الكومبلكسز اللي إحنا اتفقنا عليهم اللي بيكونوا الريسبيراتوري تشين أو الإلكترون ترانسبورت تشين، اللي هما من كومبلكس 1 ل 4، بيقول لي الأرينجمنت بتاعهم ده بيبقى من الإلكترون نيجاتيف للإلكترون بوزيتيف، يعني ترتيبهم كده مش هتهزر، لأ ده على حسب البوتنشال بتاعهم. فبيقول لي هنا إن الإنر ميتوكوندريال ميمبرين اصلا امبرميبل للايونز وخاصه للهيدروجين، فمش هيقدر يخرج الهيدروجين اللي عمال يحصل له اكيوميليشن جوه الميتوكوندريال ماتريكس طول ما الميتابوليزم شغال، لان احنا زي ما اتفقنا ان في ريديوسنج اكيوبلنس بتتكون، والريديوسنج اكيوبلنس دي بتبدا تدخل على الريسبيراتوري تشين كومبلكس 1 وكومبلكس 2، وتبدا تعمل هيدريشن الهيدروجين بتاعها اللي هيبدا يعدي على الايه، على السيتوكونز اللي هو الكومبلكس 3 و4، علشان في الاخر يتحد مع الاكسجين ويكون ووتر. فانا كده تخلصت من الهيدروجين في صوره ايه، في صوره ووتر او في الالكترونز، وطلع لي كميه انرجي هقدر استخدمها فيما بعد في تكوين الاي تي بي. فهنا تفسير الكيمي اوزموتيك ثيوري بتقول انه الهيدروجين الكتير اللي عمال يطلع من الميتابوليزم وجوه جوه الميتوكوندريال ماتريكس ملوش السماحيه ان هو يطلع بشكل كده بره الانر ميتوكوندريال ميمبرين، لان هو امبرميبل مش هيقدر يخرجها. فبيبدا الكومبلكس 1 و3 و4، 2 مش معانا في الحسبه ليه؟ لان 2 زي ما اتفقنا ما بيبقاش على نفس محاذاتهم، هو بيبقى لورا شويه. ف1 و3 و4 بيعملوا حاجه اسمها بروتون بامب. يعني ايه بروتون بامب؟ كلمه مضخه دي بتضخ الحاجه عكس الرغبه، بمعنى احنا قلنا من الانر ميتوكوندريال ميمبرين امبرميبل هيدروجين، فالمفروض مش هيطلع. فدي بتعمل زي ريزيستنس، بتعمل حاجه مقاومه للنورمال. ليه بقى؟ البامب دي عايزه تعمل ايه؟ عايزه تضخ الهيدروجين ترميه بره الانر ميتوكوندريال ميمبرين، لانه كتير وعمال يحصل له اكيوميليشن. اللي بيشير في البروتون بامب دي هو زي ما اتفقنا كومبلكس 1 و3 و4، 2 مش معانا لانه مش على نفس المحاذاه، هو لجوه شويه ما بيبقاش معاهم على نفس الخط. فهيبداوا يعملوا ايه؟ هيبداوا يعملوا زي نوع من الاكتف ترانسبورت اوف الهيدروجين ايونز من انسايد لي اوتسايد الانر ميتوكوندريال ميمبرين. اكتف ليه؟ لانه الموضوع ده محتاج انرجي، وفي نفس الوقت هي بتضخ ايه؟ يعني على الرغم من ان الممبرين مش ترميها بيها، فبنقول عليها اكتف بروتون بامب. بيبدا بقى الهيدروجين يحصل له اكيوميليشن بره اوتسايد الانر ميتوكوندريال ميمبرين، فبيعمل فرق الكتريكال اند كيميكال جريدينت ما بين الايه؟ ما بين بره وجوه. يبدا يتكون حاجه اسمها بروتون سيركت. بروتون سيركت معناها ان الهيدروجين يبدأ يلف على الميتوكوندريال ميمبرين من بره لغاية ما يلاقي أي فتحة يقدر يدخل منها. مفيش حاجة بيرميبل دي تسمح له بالدخول غير حتة في الكريبس بتاعة أو الفولدز بتاعة الميتوكوندريا كورسبوندنج ليه، حاجة اسمها الـ ATP سينسيز، عبارة عن طرقة كده اسمها الـ F0 والـ F1 اللي هم البورشنز أو الفراكشنز بتاعة بروتين اسمه الـ ATP سينسيز اللي هو المسؤول عن تكوين الـ ATP.
زي ما احنا شايفين في الرسم دي، الرسمه دي جميله جدا، دي بتوضح لي الميتوكوندريال ميمبرين اهو، وادي الكومبلكسز، كومبلكس 1 كومبلكس 3 كومبلكس 4. 2 مش باين معايا لان هو ايه، بيبقى لجوه شويه. في حاجه اسمها الكو انزايم كيو، وفي حاجه اسمها السي اللي هو السيتوكوم سي، دي حاجات مش فيكسد، دي بنقول عليهم موبايل كومبوننت اوف ذا ايه، اوف ذا ريسبيراتوري تشين. لكن الفيكسد كومبوننت اللي هو كومبلكس 1 و 2 و 3 و 4، فدي حاجات مخططه يعني لها رولز ثانيه، الكلام ده تعرفوه بالتفصيل ان شاء الله في سنه ثانيه في ريسبيراتوري ميديول. لكن اللي بيهمني دلوقتي ان اللي بيشارك في تقييم البروتون بامب هو مين؟ كومبلكس 1 و 3 و 4، زي ما احنا شايفين كده هم على نفس المحاذاه على الممبرين. الهيدروجين عمال يتكون جوه الايه؟ الميتوكوندريال ماتريكس زي ما احنا شايفين، مش عارف يخرج بره لان الممبرين امبرميبل. تقوم الكيمي اسمات الثيوري بتقترح ان البروتون بامب اللي هي عباره عن كومبلكس 1 و 3 و 4 تبدا تضخ الهيدروجين ده للاوتر بورشن بتاع الانر ميتوكوندريال ممبرين، ويقوم الهيدروجين بعد ما بقى اكتر بره عن جوه، عكس الايه؟ الايه، يبدا يدور لي على حته في الممبرين عشان يبدا يدخل تاني عشان يحصل توازن، فما بيلاقيش فتحه غير في فتحه الايه؟ اللي هي الاف 0 اللي هي الطرقه اللي بتدخل لي على الاف 1. الاف 0 والاف 1 دي اللي هم الكومبوننت بتاعت الاي تي بي سينثيز. الفتحه دي الوحيده اللي هتسمح بالبروتين شيفت لدخول الهيدروجين. تفسير بقى الناد اتش بلس اتش ليه الواحد بيطول منه بيطلع 3 اي تي بي، بيقول لي لان الناد اتش بلس اتش بيلتحق او بيلحق الريسبيراتوري تشين فروم ذا فيرست كومبلكس من كومبلكس 1، وبالتالي اللي بيشارك في ضخ الهيدروجين اللي طالع منه بيبقى كومبلكس 1 و 3 و 4 زي ما احنا عارفين، كل واحد هيطلع واحد هيدروجين، يوم الواحد هيدروجين ده هيطلع 3 هيدروجين من الواحد ناد اتش بلس اتش، يبدا يلف الديسيبيشن اوف انرجي اللي طالعه من مرور كل واحد هيدروجين خلال الاف 0 والاف 1 علشان يكون لي الاي دي بي مع الان اورجانيك فوسفيت ويديني اي تي بي، يبقى مع الناد اتش بلس اتش هيبقوا 3 اي تي بي هيتكونوا، انما مع الفاد اتش 2 هو بيلتحق بالريسبيراتوري تشين فروم كومبلكس 2. بما ان كومبلكس 2 مش معانا في السيركت، يبقى مين مش معانا في البروتون بامب، يبقى مين اللي هيدخله الهيدروجين بتاعه؟ هو البروتون بامب ممثله في كومبلكس 3 اند 4 اونلي، لان فات اتش 2 ما بيلحقش كومبلكس 1، بيعدي على كومبلكس 2، و2 مش معانا للاسف، فهنا هيبقى 3 و4 بس هم اللي هيدخلوا الهيدروجين بتاعه. يبقى الفاد اتش 2 هيطلع كل مولكيول 2 هيدروجين بس اللي هيضخه بره، هيلف في البروتون سيركت وهيدخله من الاف 0 واف 1، فهيعمل استيميليشن للاي تي بي سينثيز، هيطلع لي 2 مولكيولز من الاي تي بي. عشان كده دايما اقول ناد اتش بلس اتش لما يروح الميتوكوندريا في الريسبيراتوري تشين هيديني كل مولكيول هيديني 3 اي تي بي، انما الفاد اتش 2 كل مولكيول هيديني 2 اي تي بي. وصلنا للجزء الأخير من المحاضرة الأخيرة برضه، وهو الكيمي أوزموتيك ثيوري. الجزء ده عايز تركيز بس منكم. الكيمي أوزموتيك ثيوري، كل ثيوري يعني نظرية أو افتراضية، دي بتفسر لنا إزاي إنه الأوكسيد فوسفوريليشن بيحصل، أو إزاي الـ ATP بيتكون من الـ Reducing Occurrence. فبيقول لي هي فكرتها قائمة أو بتفسر لنا الأحداث دي عن طريق إن هي بتقول ممكن أوقف كومبلكس 3 بس زي الدايميثاكرول وزي الأنتيمايسين، ممكن أوقف كومبلكس 4 بس زي الكربون مونوكسيد والسيانايد والهيدروجين سلفايد. يبقى أنا عطلت الكومبلكسز وبالتالي أنا منعت الريسبيراتوري تشين إن هي تشتغل، وقفت الأوكسيد فوسفوريليشن. ممكن يقول لي طريقة تانية أمنع الفوسفوريليشن بس، بمعنى ان انا اخلي الاوكسيديشن تحصل بس مفيش فوسفوريليشن، ودي عن طريق دراج اسمه الاوليجومايسين. الاوليجومايسين ده بيعمل انهبيشن لدخول الهيدروجين من الايه، من الاي تي بي سينثيز، فتحه الاي تي بي سينثيز، وبالتالي مفيش اي تي بي سينثيز هيحصل، فيحصل اوكسيديشن فقط. بيقول لي ممكن اعمل انكابلنج للاوكسيديشن اند فوسفوريليشن، يعني امنع المصاحبه اللي حاصله دي، يعني خلي الاوكسيديشن يحصل فقط وزود فوسفوريليشن. بمعنى ايه بقى؟ بيقول لي هنا
لو عملت انكابلنج ما بينهم بيقول لي في الحاله دي الاكسديشن هيحصل بس من غير فوسفوريليشن، يعني مفيش اي تي بي، ودي طبعا في حاله ما اكون انا مش محتاجه اي تي بي في اللحظه دي، انا محتاجه الاكسديشن فقط، يعني انا عايزه استخدم الريسبيراتوري تشين في خطوه الاكسديشن بس، مش محتاجه ان انا اعمل تكوين اي تي بي او مش عايزه اي تي بي. طيب الانرجي اللي هتطلع هتخرج في صوره ايه؟ ما فيش اي تي بي بتتكون، تقول لي هتخرج في صوره انرجي هيت لوس، هتفقد في صوره حراره. ومن هنا بيجي مصطلح اسمه الانكابلرز. الانكابلرز دي عباره عن سبستانسز من اسمها بتعمل انكابلنج للريسبيراتوري تشين، بتمنع الكابلنج ما بين الاكسديشن والفوسفوريليشن، بتسمح بالاكسديشن انه يحصل لكن وزود فوسفوريليشن. اشهر مثال للانكابلرز اللي هو 2 اند 4 دايميتروفينول والهاي دوز اوف اسبرين، تمام، وبعض الساليسيليتس، وفي الانفسيولوجيكال هاي ليفلز اوف تي 4 اللي هو الثيروكسين هرمون. دي رسمه بتوضح لي كل واحد بيعمل بلوك لايه، يعني مثلا يمسك لي كومبلكس 1 ويقول لي هحط البيريسيدين ايه، الاموبارديتال مش عارف ايه، هيقوم راسم لي الايه اللي هو الخط الاحمر ده انه عمل انهبيشن لكومبلكس 1. في حاجات بتعمل انهبيشن لكومبلكس 2 زي الايه المالونيت، في حاجات بتعمل انهبيشن للكومبلكس 3، تمام. في حاجات بتعمل زي ما احنا قلنا الانكابلرز اللي هي بالعرض دي، الاوليجومايسين هيمنع الاي تي بي سينثيسيس او هيمنع الفوسفوريليشن. دي برضو رسمه بتوضح لي ادي الايه الكومبلكس زي ما احنا شايفين. في بعض الاحيان بنقول على الريسبيراتور تشين ان هي مش بتتكون من 4 كومبلكس، في بعض الكتب بتكتبها ان هي بتتكون من 5 كومبلكس على اساس ان هي بتضيف الاي تي بي سينثيز ده ككومبلكس 4، الاف 0 والاف 1 دومين بتوع الاي تي بي سينثيز بيحطوهم ككومبلكس 5، فنقول ال4 كومبلكس اللي احنا عارفينهم ويضيف لي الاي تي بي سينثيز على اساس ان هو ايه ان هو مكمل للريسبيراتوري تشين. طيب بيقول لي هنا الفري انرجي اللي بتطلع اثناء الكاتابوليزم او تكسير الاكل اللي احنا بناكله، بيقول لي بتتخزن في صوره هاي انرجي فوسفيت كومباوندز اشهرهم الاي تي بي والكرياتين فوسفيت. لو عملت انكابلنج ما بينهم بيقول لي في الحاله دي الاكسديشن هيحصل بس من غير فوسفوريليشن، يعني مفيش اي تي بي، ودي طبعا في حاله ما اكون انا مش محتاجه اي تي بي في اللحظه دي، انا محتاجه الاكسديشن فقط، يعني انا عايزه استخدم الريسبيراتوري تشين في خطوه الاكسديشن بس، مش محتاجه ان انا اعمل تكوين اي تي بي او مش عايزه اي تي بي. طيب الانرجي اللي هتطلع هتخرج في صوره ايه؟ ما فيش اي تي بي بتتكون، تقول لي هتخرج في صوره انرجي هيت لوس، هتفقد في صورة حرارة. ومن هنا بيجي مصطلح اسمه الانكابلرز. الانكابلرز دي عبارة عن سبستانسز. بيجي هنا بيقول لي ايه الفرق ما بين الكرياتين فوسفيت والاي تي بي؟ بيقول لي انه الكرياتين فوسفيت هو الستورج فورم اوف انرجي، الدليل ان انا علشان احول كرياتين لكرياتين فوسفيت انا عاوزت اي تي بي، والاي تي بي ده بيقول لي ده مش بس للستورج، ده هو الانرجي كارنسي، عملة الطاقة في كل الخلايا. الكرياتين فوسفيت بيقول لي ده السيربلس اي تي بي، يعني المتبقي او الزائد من الاي تي بي بيتحول الى كرياتين فوسفيت في ريفرسبل رياكشن، يعني الرياكشن نفسه ممكن ايه يتكسر وقت النيت زي ما قلنا وبيرجع كرياتين تاني ويطلع لي انرجي بانزيم اسمه سي كي اللي احنا بنقول عليه اسمه كرياتين كينيز، او له اسم تاني كرياتين فوسفوكينيز اللي هو سي كي او سي بي كي. يبقى الكرياتين فوسفيت بيتكون في حالات ان يكون في فائض في الاي تي بي، لكن الاي تي بي بيتكون من الاكسيروجينيك رياكشن زي ما احنا عارفين ويستهلك بواسطه الانديروجينيك رياكشن. الكرياتين فوسفيت بيبقى ستورد وكونفيرت تو اي تي بي لما الاي تي بي بيبقى محتاجينه في الرياكشنز، يعني اكني بخزن الاي تي بي صوره كرياتين فوسفيت، لما عاوزه يتفك واخد الاي تي بي ده استخدمه في الرياكشنز اللي محتاجه اي تي بي. بيقول لي هنا في الاي تي بي المينيمم فور فورميشن اوف اي تي بي هو 8 كيلو كالوري بير مول، لان احنا عارفين انه بيطلع في الحدود دي الانرجي برودكشن بتاع الاي تي بي.